اختي لو بدك تعتذري عن جد كنت اجيتي لعندي على البيت واعتذرتي، مو بعدتي وراي وجبتيني مشان تعتذري. انا هيك كنت بدي اعمل بس ما فضيت امبارحه. يلا معلش يا حصل خير، تركيني خليني امشي. ما بتطلعي لتاكلي عوامي؟ لك مو الرساله اللي اجت من الخليج اللي جبتيها انت طلع فيها فيزا؟ بالله شفتي حتى تعرفي قديش ايدي فيها بركه. تحلي تحلي. لا معلش يلا باخذهم معي باكل انا وجوزي، حاكم تقبريني لازم حلو. هدي لشو؟ كمان انت عندك مشكله؟ لك لا لا، بس بيناتنا العمر له حق. عاوزتك بموضوع ضروري معني. تفضلي روحي. الفيزا طلع حقها 100,000. أريضة إن شاء الله أريضة، ليش كل هالقد؟ نحن دبرنا 60 بس بقي علينا 40. والله كان من عيني هي قبل هي، لكن أنا إذا بتعصريني عصر ما بتلاقي معي أكثر من 10,000 ليرة. 10,000 بكفوا بيزيدوا. هدول منهم مصروف البيت ومنهم حق بضاعة بكره بدها تجيني على الدكان. يعني ما فيك تدبري لي شيء؟ كي حصرتي؟ منين فيه وبتفرق؟ ولا فرنك بنوب؟ ولا نص فرنك. لكان بلالك العوامي بيجعوكي اسنانك. هلا انتي جايبتيني مشان تهينيني؟ الحق علي اللي اجرتكم بدون عقد، لو كان في عقد كان الواحد منكم وقف قدامي مثل التوتو. بخلك وكحتنتك عم يخلوا العالم يبهدلوكي، يخرب بيتك من حالك، 1,000 ليرة على القليلة. قلتلك ما بقدر، ما في معي يعني ما في معي. طيب 500 ليرة. ولا فرنك. لك يا مورا يا مورا ما بصير هيك، هلا بتعرف مهاني انه جايبتي للعوامه مشان تبلصيها، هلا طعميه عوامه بكره بتبلصيها. بعدي هيك بعدي هيك بعدي هيك انا محتاجه عوامتك يا ابو الفواشات مو هيك؟ لك من اليوم ورايح اذا واحد منكم بفوت دكانتي لبهد لو بهدلت الكلب الاسود. شو مفتكريني فجعانه عوامه او ليه على عيونكم؟ وينك خاطري؟ مع السلامه حبيبي. حبيبه قلبي شو لطيفه. لك تروح قاتل شو جابك؟ كنت عم اطبقها رقبتك هيك دي مصعبه.